جديدة من جمالك مع رانيا عثمان، وعنوان الحلقة تحديق الحواجب مع الآي شادو. خلونا نبلش. منبلش تحديق الحواجب، بنمشطن لفوق بطريقة يطلعوا طبيعيين. بلشنا بالآي شادو، حطينا اللون الأوف وايت على كل العين، من بعدها لون الذهب مع اللون البردو الغامق، بنغمقه شوي مع بلاندنج باللون البني، وبنعمل نفس الطريقة ديرتي ميك اب من تحت العين نفس الألوان لتطلع معنا هالنتيجة. شو رأيكم؟ جمالك نعمة والاهتمام فيه واجبنا. أتراني عثمان، بيتي سنتر، سيد بولي لبنان، أهلا وسهلا فيكم.